افتتحت فعاليات ملتقى التفوق الجامعي الثاني بحلب تحت شعار متميز في مدرج معهد التراث العربي وبحضور رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. هذا العام الثاني أو الملتقى التفوق الجامعي السنوي الثاني في جامعة حلب بعد انعقاد الأول في دمشق اللي كان يعني بشهد تشرين الثاني بمشاركة ورعاية من السيدة أسماء الأسد بورشة حوارية مع المتميزين. هذا المسار اللي اتخذه الاتحاد الوطني بتموضعه الجديد اللي هو مسار التميز مسار مهم. جديد بهذا العام هو إشراك مجموعة من المعايير الجديدة مو المتميز الأكاديمي. لدينا من هيئة التميز والإبداع، لدينا من الحاصلين على الجائزة الذهبية بالمعرض الباسل الإبداع والاختراع، لدينا رواد الأعمال. هذا الخليط يسهم بتشاركية بالآراء أكبر وبالتالي الاستماع للمتميزين كلهم في حسب مجاله وبالتالي حاضنة أكبر محفزة للتميز حتى ما يكون مسار التميز منوط فقط بالأكاديمي. اليوم كتير مهم التركيز على التميز والاستفادة في كل المسارات. الغاية الأساسية من الملتقى أنه نحن نركز على مفهوم التفوق، مفهوم التميز كحالة حضارية ثقافية مستمرة وطبعا كفعل تنموي وليس كإنجاز فردي. وتضمن الافتتاح مناقشة العقبات والصعوبات التي تقف في طريق الزملاء المتفوقين ليصار إلى متابعتها ومعالجتها قدر المستطاع. سلطت الضوء على قضية التميز، التميز اللي ما بيتم إلا بعمل. التميز بده عمل والعمل بده إمكانات، والإمكانات إن شاء الله رح تتوفر ورح نقدر نوصل للطموح اللي نحن طامحين له. فالفكرة بدنا دعم من وزارة التعليم وبدنا دعم من اتحاد الطلبة لحتى نكون قادرين. نشكر اتحاد الطلبة على هالجمع يعني المشكور المبارك، ويعني هذا الجمع رغم الضغوط اللي عم تحيط في بلدنا يعني هي رسالة منهم لأن يعني أنتوا على بالنا. كانت فرصة كثير حلوة لنا وفرصة أكبر إنه نحن بخمس سنين نتيجة هالتعب وقدرنا إنه قصة نلاقي ثمر التعب. أكيد مثل هيك ملتقيات بتفيدنا كثير، بتفيد كل الطلاب، بتخليها تتشجع تتفوق أكثر، بتعرفنا على طلاب متفوقين بتفيدنا، بتعطينا أفكار، كل طالب بيعطينا أفكار منهجية بحث. اليوم نحن بالملتقى التفوق هذا يلي هو يعني تحفيز أكثر ونشط أكثر ودافع أكثر لنحن نكمل ونمشي بمسيرة التفوق والتميز اللي نحن عهدناها. هذا ويستمر الملتقى لثلاثة أيام قادمة تحمل معها محاور الأدوار الفاعلة للمتفوقين خلال مشاركتهم. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.